مرحبا اهلا وسهلا بك يا بدر تجلى اشرقت شمس المعالي مجهدا وجهك يجلى صلى الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عطر الله مجالسنا بعطر صلاة وطيب تسليم على أكمل مولود وأجل مودود وأفضل كريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وجعلنا يا مولانا من أعظم مخصوصين لديه متعلقين بأديانه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد القائل: من صلى علي مرة صلى الله به عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله به عليه بها مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله به عليه بها ألفا، ومن صلى علي ألفا حرم الله شعره وجسده على النار. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد القائل: أكثركم علي صلاة أكثركم أزواجا في الجنة. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: البخيل من سمع اسمي ولم يصلي على يسوع على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام والبركات على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم الهادي إلى الصراط المستقيم أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السيدات والسادة الفضلاء، شرف لنا وفخ واعتزاز أن نلتقي معكم مرة أخرى بدرب الحفاظ على توابت مؤسسة مولاي عبد الله الشريف للدراسات والأبحاث العلمية، معربين عن حرصنا الدائم لنجعل أنشطتها تتلائم مع كل المناسبات وتساير الواقع المستجدات. وفي هذا الإطار تنجز اليوم مؤسستنا الشق الديني من برنامج ملتقيات دلائل الخيرات في دورتها 16 خلال سنة 2019-1441 على عتبات مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بتنظيم هذه التظاهرة الدينية المعرفية المتميزة التارية بتدبير كتاب الله والتقرب بمدح نبيه الأمين المصطفى والاستفادة من عبر الذكرى ودروسها. معشر الحضور الكريم، لقد اتخذت الأمة الإسلامية ومنها مغربون الحبيب من هذا الذكرى الغالية مناسبة لتدارس أحداث وأحكام السيرة النبوية العطرة
وترويض النفوس وتهذيب السلوك على غرار نهج السلف الصالح الذي عبد من بعيد الهدى وسائر مهبط الوحي ومراحل التشريح إلى أن تمي بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإخوة والأخوات، حري بالعالم الإسلامي وبكل مسلم أينما كان ومتى كان أن يفتخروا بهذا الرسول ويحيوا هذه الذكرى، ذكرى ميلاد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله للعالمين والذي بشرت به الكتب السماوية قبل مجيئه خاتما للنبيين المرسلين وأخبر الرسل عليهم السلام قومهم بقدومه بناء على الميثاق الذي أخذه الله على جميع عباده. قال سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتكفرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلك أسري؟ قالوا: أقررنا. قال: اشهدوا وأنا معكم الشاهدين. حيث أخذ ميثاقهم وأخبرهم بالرسول الصادق المصدق وشهد على قرارهم وتصديقهم، فهو صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الخلق أجمعين تضمن رسالته وحدة الإنسانية في الدين والدنيا وتشمل شرائعه المعاد والمعاش لتكون كلمة الله العليا في كل مكان وزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. إنه ميلاد أشرق مفعما باليمن والهناء، جعل الله عليكم وعلينا عام السلامة والرخاء ومتعنا جميعا بالهداية لمعرفة حقوقه وواجباته صلى الله عليه وسلم، وذلك هو المحور الذي سيساهم فضيلة العلامة الشريف الأصيل سيدي إدريس الفاسي بتحليله وتقريب أسراره ودوره تحت عنوان الحقوق الواجبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته لمولدكم رسول الذكرى تدوم نقيمها شكرا. وقبل أن أسلم القوس لبارئها والقول لمبدعيه ومتفننيه، يشرفني أن أرحب بكم باسم مؤسسة مولى عبد الله الشريف للدراسة والأبحاث العلمية، داعيا شبابنا وشيبنا للالتفاف حول المؤسسة من أجل العمل معها على تحقيق أهداف سامية وإنجاز برامج هادفة تصب جميعها في تهذيب الذوق وإعطاء الفكر وتقويم السلوك. والسلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم. أما الدليل إذا ما ذكرت محمدا. أما الدليل إذا ما ذكرت محمدا Yeah.
أنا أذكر لأن
ومن تبع النبي لكل أخ وأصر البيت جيل يطول وجاهر بالصلاة إلى السماء لبيك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله. أشكر وأذكر وأنوه بشاعرنا بل شاعر فاس سيدي عبد الكريم الزاني حفظه الله على ما تفضل به من هذه القصيدة الرائقة التي استمعنا إليها قبل قليل والتي هي بحمد الله صارت من القصائد المستعملة في المديح النبوي في هذه المجامع الكريمة. نسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا وأن يبارك في صحته وأيامه ويحفظه بما حفظ بيدك الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.